بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن الشمس والضوء، نحلق ما يحبنا جو، نقيل فيها مرتاحين وريحة البن، نتاوق لها مستنين يمر فنجان علينا ونتكفى ونضار الدم. نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلب صباح روح صباح روح، يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، ونحلم كم حلم مفتوح. زعلان يا ابوي، كل الدروب مقفله. ما مقفله، البلد يوميا فيه اعلانات عن وظائف. يا ابوي ده كلام جرايد سايا. لا، انتوا عاوزين وظيفه تغني الواحد فيكم ما بين يوم وليله، لكن ده كله في الدنيا ما في كلام زي ده. الواحد فيكم لازم يتعب ولازم يفتش. يا ابوي انا قاعد افتش يا ابوي يا اخي. تفتش شنو؟ هو شنو اللي بتفتش؟ تلاقي انا نايم، انا ما شايفك انت وصاحبك ابراهيم ده النهاب كله تحت الشدره، تقروا في الجرايد، تلعب كشتينه، تحلوا كلمات متقاطعه، تتكنس ونسه فارغه ما بتاكلكم عيش. يا ابوي نحن عندنا اصحابنا موصلنهم، لو ظهر شغل بيكلمونا. وليه اصحابك يوصلون؟ ما تمشي براك تفتش بيكون عينك دي. يا ابني يا ابني الكلام ده ما عيب منك. يا راجل مالك؟ بتقولكم مالكم شايلين حسنا، مالكم في الحله، مالكم؟ هذا انا فترته، روحي مرقت، الواد ده ما عارف اعمل معاه شنو. يا ابوي تاي شغل بتجيبه ليه يا ابوي؟ ما قاعد يجيب حق الفطور. افطر في الاول، اصبر ليه خليه يفطرك، بعد شويه بغديك، بعدين بيعشيك وبتلم منه كمان. يا ابوي اسكت، ما دير كلمه، اسكت سخيف قرف. والله العظيم الكلام اللي بيقول فيه ابوك ده لو كان بيقول فيه لي حاجه كان تحرك واشتغل. يومي يا اخي انا قرايه وقريت وتخرج وتخرجت، بلد ما فيها وظائف انا اعمل شنو يا اخي؟ اسحب اجتهد فتش بتلقى. صباح
صباح الخير يا معلم. اهلا يا ابراهيم. ليه العم علي ده مالو معاك كركي؟ وين يلعب كرة مع تياجو؟ تخلي الملوحية يلعب كرة المرمى. الله العارضة يا ويلي، العارضة يا ويلي، العارضة وقفت كرة ملعوبة نواف. مين؟ صواريخ هلالية هنا يا مالك؟ داير شنو؟ الشاي سويته لي، القهوة ماشي أسويها لي، داير شنو؟ 5 جنيه يا ولدك حبيبي. أنا شغالة؟ وأنا شغال. الله يهبوك ما خاطي عليك. سامح أمشي، في دولابي تحت الثياب، تلقى لك قروشين مني 5 بس. والله لو ميت يا عسل، أنا كان خلت البيت ده زمان. يا سلام يا الله، ابتعاد روح كرة وروعة. قول لعوب الواب يلعب عرضية. قول شوت شوت قول يا دي قول سعيد يا صباح الخير يا ابراهيم. يا ابو حميد كيف؟ كيف الاخبار؟ تمام الحمد لله. اسمعني ها؟ ليه الحاج ده ما رو طالع زعلان كده؟ الحاج ما طوال يدودودودودود من الصباح ما بيخليه اقول له. يعني اكتر من موالي انا مع ابوي وامي. اقول لك حاجه، احسن حاجه تعملها تسد دي بطينه ودي بعجينه وتعمل نايم. صدقها والله، لكن ده دارينا نقعد هنا في البلد دي ونلين فيها قريش وجنيه وبتاع، لا خلينا. وابشرك عادي الوصل امريكا له اسبوع واستلم الشغل يا زول. يعني ايام وانا وانت وامريكا يا زول. امريكا امريكا 100 100. ايوه 5 دقائق. أيوة. انا مش اجيب لي علبه سجاير من الدكان واجي واسمع باقي التفاصيل كلها. جدا. يلا يا امريكا. يلا يا امريكا. ماذا تقرا؟ جاي جاي. هكذا كيف؟ ما زي حلاقة ويلي سميث لكن سمين أرضي هنا. ما كل يوم عنده حلاقة جديدة نعمل شنو يعني؟ شباب يا أبو حميد. يا أبو حميد حلاقات وكذا شنو جات الفيزا ولا شو؟ والله قلنا نستعيد لأوروبا وكذا. سهلة تمام. شباب ما بعد ما تخلصوا تعالوا نديها جيم بتاع كوستينا. جدا يا أبو حميد، أنتوا طوال ما بتفطروا من الغلو؟ حتشوفوا الليلة جايينكم بتكنيك غريب، ده ستايل أمريكي. استعدوا للستايل الأوروبي، أمريكا ضد أوروبا، ده صراع صعب الليلة. الحاج والله طلع طلع خلاص يا اخي. والله ابوك ده بيجي بخويفنا عديل يا اخي. انت شفتوا حاجه؟ انا والله نقع على الريق من الصراحه. يلا يا شباب ما تتاخر، ها امريكا ضد اوروبا 100%. موافقين؟ يلا يا شباب. يلا ابو يلا باي. رايا وليدي يا سريع لك بس انا ليه متاخر ليه؟ اهم شيء انت طيب ماشي ماشي يا رحمه. يلا يلا يا امريكانو راح 50 50 50 50 اوروبا يا العصر يا اوروبا يا عليك الله العصر يا اوروبا يا العصر يا اوروبا يا يعني في دول اوروبا يا انا حاوي يا السلام عليكم. الحمد لله. يا هالناقصة الغاز ده ما بيقطع إلا أنا أكون في حالة زي دي. أحمد
يا احمد، احمد بيتلقي ولا بيترسل ولا بيتكاس؟ هسه انا دي صصر لي وشي القبيحه تقول لك انت قاعد اكله انا. يا ولد احمد، كيف يا شباب؟ الله يخليك. الله يسلمك. الله يسلمك. بالمناسبه داود عمي جابر جاء من البلد وراجل صديقي جدا 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 جدا. بالله ده جابر اللي كان قاعد معكم هنا في البيت؟ ذكرته. كيف اخبارك؟ يا تمام. الله يسلمك. الله يسلمك. يا ولد احمد زينكم. اهلا يا جابر يا ولد، الله يسلمك. الله يبارك فيك ويسلم اخواتك. خير الله يخليك. الله يسلمك. تفضل 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 يا ولدي. وطلع عندكم بلد كمان؟ انت يا نام مقطعين من الجيجرة؟ لا لا خلي حالك. مالك ما جبت لنا سيرته؟ سيرة؟ ما جبت لنا سيرته؟ انت قايلها كاليفورنيا؟ اقل روح يا اخي. لا انا عم علي. كيفك؟ زي الحال. زي صاحبك. الحمد لله كيف رب العالمين. طيب الحمد لله. كيفك؟ تمام والله. الله يبارك فيك. الله يسهل لك. كيف؟ طيبين بخير والله. والاهل والاخوان كلهم. كلهم طيبين بخير. الوالد والوالده. والله الحمد لله. بخير. وعمك الطريفي. والله بخير ويزعل منك والله. يديك العافيه. تفضل تفضل. زاد الله فضلك. انت كويس. اها. ناس الحله والمشروع كيف؟ والله في امن وامان وبسلموا عليك. حتى ناس الحله مرسلنا عشان اشتري لهم تراكتر. والله ما شاء الله، ده معناه توسعتوا في الزراعة وكمان يعني حترتاحوا من إيجار التراكتر. والله فعلا يا عم علي، احنا قلنا بعد نكتفي ذاتيا نفكر نعمل لنا مشروع بتاع تسويق. والله ده الكلام الصح. عارف يا جابر يا ابني، أنا بعد ما أخذ المعاش فضل لي أصله كم من شهر كده حاجي أقضي باقي أيام هناك في الحلة. والله ده مما يزعدنا وياك كبيرنا وتاج راسنا، حتى ناس الحله كلهم محتاجين لك والشباب هناك محتاجين لك ومحتاجين لخبراتك. انت اتغديت ولا شنو؟ والله استعجلنا الغدا، قلنا يمكن جابر يكون جعان. لا انت فاهم الاصول. طيب ها مشي غير هدومي وخذ راحتك يا معلم. اديك العافيه. اديك العافيه. الله يخليك. كيف يا ابو احمد؟ انا بالمناسبه معلقه واحده. معلقه واحده بس. كمان جابت لي استفزاز قدام الضيوف. قوي يا احمد، ده خليه يمشي معاك. خليه نايم يا عم علي. لا 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 نايم ليه؟ شنو اللي ما ينوم؟ احمد احمد ولد يا احمد. يا ابوي في حاجه؟ في مليون حاجه. قوم عشان تمشي جياد مع ولد عمك تشتروا التراكتر. جياد يا عم علي. علي طب خليه يرتاح. بمشي براي. يا ورا شنو؟ قاعد ليش شنو؟ ما عاطل ساكت. خليه يمشي معاه. بالمناسبة أنا ذاتي لو ما كنت مشغول كان مشيت معاكم، لكن الحمد لله وصلت لكم زول حيساعدكم في تخفيض السعر. ما بتقصر يا عمالي. يديك العافية. يديك العافية. سريع يا أحمد. صباح الخير يا ولدي. صباح النور خالتي العزة. أشرب الشاي بعدين أمشي. كتر خيرك. طيب نحن دايرين الماس 290 ده.
فنعمل شنو؟ نمشي مكتب المبيعات. هو صناعة سودانية؟ 100%. ما مستورد؟ ما مستورد. كويس. طيب مكتب المبيعات وين؟ راح أكون معي مكتب المبيعات. تفضل. يا الله يا اخي احمد ده ما طلع الكراسي يا اخي. يكون عمك ده يدق فيه جرس تخيل. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. احمد ده موجود؟ احمد طار مرق. ايوه. ما قال بيجي متى؟ عاطف متى ما يجي؟ خلاص بمر عليه وبعدين. سامع. الله يبارك فيك. كان انت كان هو ضل الشجره ده اشتكى منكم. بس انا اقعد عليك في الحله كده. امشي نزعت لليل. اي نعم هم ثقيلين وكلامهم كتير. لكن ما عندي حل. امشي. الظاهر ده هو جديد يا ابو حميد. والله ده مكندش عديل كده جابت لها تركترات كمان. ولمتين حيستمر الموال ده؟ والله حيستمر كده لغايه ما ولد عمي ده يمشي بتركتره ده البلد. وتركتره ده مواصلات ولا زراعه؟ مواصلات. يا شباب بمناسبه التركتره دي بتعرفوا جياد؟ سمي النبي وعرباتها ماليه الشوارع. ولقيت فيها شغل ولا شنو؟ انتوا ما عارفين حاجة ساي والله. البلد دي كسحت وانتوا قاعدين في كشاتينكم وفي ضمناتكم. أنا دار أسألك سؤال، أنت العربات المكتوب فيها جياد دي سودانية؟ لا بلجيكية. أها هتعمل شنو في موضوع التركتر؟ والله خلاص كل الإجراءات انتهت يا عمالي، بس باقي موضوع الترخيص ومسافر. وين حيسوقوا لك منو؟ حاسوبه براي. اصل التركرات كان بدايه من الحله دي والاجره دي كنت بسوق انا، فبقيت خبير في المجال، عشان كده ناس الحله رسلوني انا. خلاص سوق احمد معاك، منا يرافقك في الدرب ومنا يزور اهله. بس لكن يمكن هو هشنو عاطل وقاعد ساي، احتمال يكون ما عنده رغبه او مزاج. ما علي كيفه. خير خير ان شاء الله. تذكر يا علي ابوك كان عاوزك ترجع البلد بعد تتخرج عشان تعمر وتزرع المشاريع، ما رجعت ليه؟ ليه ما رجعت؟ ليه ما رجعت؟ ليه ما رجعت؟ يا ميتي ما رجعت. ما تكوري ود عمك وابوك يسمعوا. يا اخي جاب له شنو يا اخي؟ اجابك ود عمك يا ولدي يمشي براه في الخلده قال لقاته مصيبة. يقول يا منو؟ يا أمي يا أمي عليك الله سنركب ليه تركتر من هنا لحلتكم البعيدة ديك بعدين مصر بتاعنا نحن يا أخي. إن شاء الله شهر شغاشله ما عاطل. الله تتعالوا طالعين ليه في اليوم انت عاطل 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 يا أخي. أنا عاطل بيه مرادي. هاي بمرادك انت ما تكتر كلامك معاه داك أبوك مش يقول لي كلامك ده. أنا دي الله ريحني من سواد الشاي والقهوة. يا خالق الله خلونا يا عاطل. ما عاطل شنو؟ شباب مو قلت لكم جابر ده حتجيب هوا؟ ما عشان تغير هوا كده. هوا في عينك. سوا 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 يا حبيبي نغير هوا، تعال نتحدث ونلعب سوا 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 يا حبيبي نغير هوا. في زول بيسافر بتركتر في الخلا يا اخي. يا اخي عليك الله يسيبك منهم ده سوق الاسايا. والله وتخيل منظرك وانت قاعد في التركتر رافع القزاز في الخلا ده. خلا سوا سوا يا حبيبي نمشي الخلا، تعال نتحدث ونمشي الخلا سوا سوا يا حبيبي ونمشي الخلا. اقول لك كلام يا احمد، عشان سغالتهم دي انا حسافر معك. سافر معانا؟ يعني لو في فرقه في التركتر انت بجدك يا ابراهيم على الاقل اكسر الملل وارافقك ونكون سوا 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 يا حبيبي نغير الهوى،
عين نتحدث ونلعب سوا 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 يا حبيبي. انا كنت شايل هم يا ابراهيم انه لما نمشي هناك حتونس مع منه، لكن يا ابراهيم انت ناسبتكم حيوافقوا ولا حيصدقوا كمان؟ انت قال ابوك وامك براون اللي بنقنقوا، والله خير عم علي وخالتي العازه. اقول لك حاجه، قوم ستي في شنطتك وبكره السفر دغش. ابشر حمامة مع السلامة تعود تجي بالسلامة، حمامة مع السلامة. يا سلام. أبا الله الله. أبا تركترك ما ببالع. أول مرة ألقي لي تركتر بجوي. طلع لنا الزوال خلينا نسيب الموضوع. أنا أقول. لا 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 متعود أصلا في سفر ما بقول. والله العظيم الأكل في الهوا السمح ده عنده طعم ثاني خالص. يا أبو حميد دي ما زوجة خالة العزة ولا جعانين؟ لا 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 الأكل هنا والأكل في البيت ما بتلموا كله كله. أقول لك كلام يا جابر، أنا أول مرة أكل شيء مفتوح زي دي. لا 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 زي ما بقول المثل الجوع كافر. أخوانا هوي الله. بعد الواحد بعد الأكل التمام ده لو رجع له نومه في الهمبريب ده تاني ما تريح. لا لا يا شباب طريقة نوم ما عندنا، لأنه أول حاجة نسب الزمن، ثاني حاجة أنتوا براكم شايفين المنطقة دي ما مهولة، يعني احتمال تطلع عقرب كبير. شباب يا شباب قوم روح يا هوش تعالوا قوم عشاكم قوم عشاكم يا اخوانا خلاص والله يا اخي ارتاحوا شوية روح يا اخي لما رجلي بالحتة دي يا سلام بسم الله يا سلام يا سلام. الله يا ابراهيم انا داير اسالك سؤال لكن من بدري اقول كل مره اقول اسالك ليه ولا المهم المناسبه جات. تفضل يا اخي. احمد ده خريج كيمياء. انت خريج شنو؟ انا خريج تربيه رياضيات. يا سلام يا سلام يا سلام تربيه رياضيات. طيب يا اخي المدارس المالية الخرطوم دي ما لقيت حته تشتغل فيها؟ والله انا اقول لك كلام انا اصلا دي ما رغبتي، انا دخلني ليها مجموعي. لكن تعرف ابراهوما يعني مساله توسيع التعليم العالي دي يا اخي دي حاجه ضروريه للبلد. والله يا اخي الموضوع ده طويل والظاهر علي انا تورطت فيه. تعرف كان انا متجنن انه اتخرج من كليه التربيه عشان امشي اخدم في بلدي. هسه اديك شهادتي دي لو دايره. صدقني دي امنيتي. والله انا الشيء المصدقه انه نركب التراكتور ده ونمشي. طيب هيا هيا راح كل راح كل يا بتران.
الله كيف خلينا نشم الهواء استمع ده يا انت يا جابر يا جابر الناس دي اول مره شفناهم ترتر ولا شنو؟ ما اول مره شفت ترتر لكن اول مره شفت ترتر حقهم ملكه لانه قبل كده كنا بنأجر الترترات من الحلال القريبه جنبنا او نحرس حراسه تقليديه عاديه والله من حقهم يفتخروا يا ليهم حق لكن يا جابر براو بيسوي شنو؟ اول الغيث غفره بعد ذاك شوم 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 هواك شوم هواك السرة بتحيي احمد ايوه ما اظن قابلته قبل كده لو فعلا جا البيت كم مره لما كان بيقرا في كليه التربيه ايوه فعلا انا جيت كم مره البيت لكن ما تقابلنا بالله انت درست في كليه التربيه نعم اتخرجت الحمد لله ان شاء الله هسه تكون شغال والله شغال هنا في مدرسه الحله استاذ انجليزي يا دفعة انا اتخرجت قبال سنتين عشان كده ما تقابلنا انت ورانا ايوه صح وانت شغال في هذه المدرسه والله يا انا لسه ما اشتغلت ما اشتغلت كيف وانت قاعد في الخرطوم وكل يوم بنسمع مدارس الخرطوم دي ناقصه معلمين المدارس دي ما فيها معلمين المدارس ما فيها معلمين كيف بس يا عم سعيد هناك المدارس كثيره لكن الخريجين اكثر لا لا المساله ما كده يا عم سعيد المساله اكبر من كده احمد ابراهيم ديل عندهم احلام كبيره ديل ما قدر يشتغلوا في السودان ديل دار يسافروا لامريكا احمد ودالي لا ما شغال ده كلام شنو والله قاعدين نفتش لشغل يا عم سعيد والشغل بفتشوه ولا بمشي عليه عديل احنا سعيد لكن ربنا ما وفق الدنيا دي بتنقعد بلا شغل انا حاسس جايلكم جايين مع اخوكم جابر ده في اجازه هناك يا عم سعيد الزول يقدم لمكتب العمل وينتظر يعني المساله ما في يده في يد جهات ثانيه الله يوفقكم يا اولادي لكن اللي بعرفه اموركم مقدده ساكت يا ولد عثمان مثلنا جيبوا الرغيف ده وجيبوا معاكم بزيادة أكل والله العظيم أنا الضايطة دي لو ما جابر ما كنت عارف اعمل شنو اقول لك كلام انا اول مره اتعقد من اني ما شغال والله تمنيت الواطه الشقه وتبلعني الواضح انه البلد دي ما فيها زول عاطل عشان كده تهجموا يا شباب السلام الولد علي يسلم عليكم مرحب مرحب سلام عليكم يا مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك تسلم يا ولدي دي اختنا احلام دي بالمناسبه تاتا صيدله جامعه الجزيره وده عثمان اولى ثانوي تمام ده محمد بن سنة في ساتة كيفك تمام سنة تفضل وفي لي تفضل كيف يا خالد ان شاء الله تمام الحمد لله يا ولادي كيفكم الله يسلمكم الحمد لله كيف يا احمد اهلا كويسين كويسين والله بسلم عليك سلام شديد الله يسلمهم ويسلمك يا ولدي الله يديك العافيه مالك داير تبقى زي ابوك مين ما طلع للجامعه ما جا راجح ثاني البلد لا لا والله يا خاله بكره حتلفوا معانا في الحله وتشوفوا المدارس وتشوفوا الشفخانه وتشوفوا كل الحاجات اللي بنوها الناس بالمجهود الذاتي بصراحه يا شباب المشروع ده كله حقنا برانا اولاد البلد دي المغتربين برا لما سمعوا بمشروعاتنا دي بيجوا يدعمونا ماديا ومعنويا واول حاجه رسلوها لنا مولد كهربائي بيشتغل 5 ساعات في اليوم من 6 ل 11 والكهرباء اللي انت شايفها دي يا دوب دخلت وبرضه المرحلة الجاية شرع الظلم وما من الحكومة من مجهود الناس والأهالي إلا ما قلت لي يا أحمد يا ولدي أيوة يا خالتو شغال وين في الخرطوم؟ أنا في الحقيقة أمي هو مقدم لشغل ووعدي إنه قريب إن شاء الله يشتغل لكن أسي هو ما شغل ولا ما كده يا أحمد؟ فعلا أيوة
الظاهر يا احمد في حلتكم دي بقينا ناس محترمين وكمان بقينا نقعد في المقدمه. جاي بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهالي حله الواثق، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا نشكر المولى عز وجل على النعمه اللي احنا فيها دي، ونشكره كثير على انه بقى عندنا تركتر حقنا ملكنا. وقبل يا جماعه ما نعمل لجنه عشان توزع منو حواشه تبدا بالحراسه اول، انا داير احيي واشكر نفرين عزيزين علينا وكانت كراعهم خضراء على حلة الواثق، وهم حيشهدوا أول حراسة بتاعت التراكتر بتاعنا في حلة الواثق اللي هم أحمد ود البلد دي وصديقه إبراهيم. نحييهم يا جماعة أحمد وإبراهيم، حيوا الواثق. يا علي الولد ده زي اللي زيته ده ترتاح منه يا وليه. دي الاولاد قريبهم ميت تلقاهم لسه مبطحين راجين الصباح جبتين عشان يجوا راجعين. تصلوا بالسلامه يا اخوي، خلوني يجوا عشان يلفوا في الحله من ضل لضل. دي الاولاد ملحوقين ما منهم فايده. انت يا علي ما ساعدهم في قصه امريكا الدايرينها دي؟ شفت امريكا دي اذا جات هنا انا ما حساعده فيها، ده كلام فارغ، ده طموحات ما مؤسسه. يعني نقعد نعيل لك اسوي لشنو؟ ابرك لف كرعينه؟ كم وظيفه جبت له وهو رفضها؟ كم شركه؟ كم مؤسسه؟ باختصار يا حاجه ولدي ده ما عاوز شغل. وانا اتفقت مع زملائي في كليه الزراعه انه الرحله الصيفيه ان شاء الله حتكون عندنا، وهم عندهم لينا الكثير وحيفيدونا اكيد كثير، ده غير الرحله الطبيه اللي حتزورنا نهايه الشهر. وبنشكر كل الحضور الكريم، وبنشكر أهلنا وضيوفنا أحمد وإبراهيم. الظاهر إنها أكبر من عمره بكثير، عقلها كبير. والله أنا لو أجروني ما أقول كلام زي ده. لا أسانا المحيرين وفكرات شنو عننا. أنا عرفتها من جابر إنها بتدرس في مدرسة البنات علوم، لكن ولا يهمك، يرسلوا لنا الفيز نخم الدولارات خم. لكن والجمال ده ينتصرني لغاية ما امشي ألم الدولارات وجي. نحن بننهي اجتماعنا ده، وبكره ان شاء الله فجر من الصباح حنبدا الحراسة بحواشت وتسعد، وقروش تكون جاهزة عشان القروش دي تخش الصندوق، وعشان أول بأول نلمة ونجيب الدقاقة ونكون أنجزنا المشروع الثاني لحلة الواثق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سلام، أجمل حاجة الأطفال يربوهم على كده، الارتباط بالمكان بالأرض والوطن. نحن عشنا في المدينة، الروابط هناك ضعيفة، الإحساس بالمكان وبالأرض معدوم ما في. يا سلام، دي تجربة فريدة جديدة، الواحد بقى يشوف حاجات ما كان بيشوفها، حاجات خلتني انتبه أتأمل. جاب تاني في العلم عن ما كلمتوني. يا غلا وجابر ده قول لي انت يمكن عاوز تنوم. تنوم؟ انوم؟ كمان ده انت فوتين المناظر الجميلة دي، ده انا القاها وين انا؟ في امريكا. في مناظر امريكا؟ انا اول ما اسافر هناك اي دولارات القاها حارسلها لكم هنا للجمعية. يعني انتظرك تسافر امريكا وتلم الدولارات
يا اخي في الوقت ده نكون بقينا مدينه صناعيه. انت عمود استهتر بينا كده لما نجيك مستثمرين ومستثمرين اجانب ان شاء الله يا رب. بالمناسبه يا جابر المدارس هنا كيف؟ ليه؟ ذكرت تخصصك ولا شنو؟ هيا ابوي كيف اخبارك؟ لا لا نحن حنقعد يومين كده تاني. اي اي يومين ثلاثه. لا والله هم بس اصروا علينا نقعد شويه دي. والله يا ابوي الناس دي حنينين وطيبين بشكل. لا لا العفو يا ابوي يا اخي العفو يا اخي والعفو والله العفو يا اخي. اي الله يديك العافيه. تسلم تسلم. ابراهيم ساعته قاعد معي. ابراهيم هكذا ابوي يسلم عليهم. اوه يا هوي انت لقيت الهمبري مدين انت ولا شنو؟ هكذا ابوي يسلم عليهم. الو يا عم علي كيف اخبارك؟ الله يخليك يديك العافيه. لا والله اهلكم مبالغ والله. الله يخليك والله ما حوجونا لحاجه. ها ما سامعك. لا لا يومين ثلاثه كده ان شاء الله ان شاء الله. الله يسلمك يديك العافيه. الله يخليك. اديك احمد الله يخليك. اي اوي جنبك. اي اي ادي لا سلم على يا حجة. كيف اخبارك؟ تمام الله يكرمك يا اخي. تنبرش كده يا ابراهيم من اول نظرة لكن بيد اسرة جمال وشخصية وهل زي خليط النحل. شوف البيت ده بقى خفيف كده. يومين يومين يا عزة تجلسي قدر ده. ولدي وحيدي عندي منه غيره يا عزة. الشباب أصغر منه بسافروا أوروبا وأمريكا وبلدان بعيدة جدا بيتخصصوا وبيجوا راجعين. وهسه ولدك ده لو كان مشى أمريكا زي ما قال عاوز يمشي أنت كان تعمل شنو؟ أمريكا ما زي بلدكم. بلدكم مليانة زبالي وبلاوي وعقارب. هو بيقعد في بلدنا إن شاء الله يقعد. أنت ما قعدت فيها بلدك دار تقعد فيها ولدي. دي والله العظيم حاجة سهلة خلاص. أنا كنت قايله زي سواقة العربية. وأسهل من العربية كمان. لما تيجي ترفع الحراس تضغط على دي. يا أقول لك حاجة أنا إن شاء الله في يوم من الأيام حأكون خبير كبير جدا. زي ما قالوا في المثل صنع في اليد أمام من الفن. صنع في اليد عجيب. عايز عايز تضغط على دي لما تيجي تنزل الحراس. يا والله العظيم والله والله سمع عديد. عين عين قدامك عين قدامك وثاني عين ورا برضه عشان شوفه باطل حرقت ولا ما تحرقت. ايوه ايوه انا تمام تمام. لا 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 دوي الحوالي. ها شوف على كده. Let's go.
معه. ها؟ لا لا صنع في اليد أمانة من الفخر. والله البلد صلحتك كثير. ما أنا ما قلت ما أخليه براو. هاكليو هاكليو. أمي. ألو. أيوة خالة. أهلا يا جابر. الله يبارك فيك يا ولدي. الله يسلمك. لا لا طهبيه الزمان وعجبه المكان قال له نقعد معانا شوية الله يديك العافية انتو دارين بهم شنو ما قاعدين هناك ساي ها الله يديك العافية هاك هاك احمد هاك هاك هاي امي لا لا والله لا 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 خلاص خلاص يلا مع السلامة مع السلامة عندنا حراسة كثيرة هاي والله يلا يلا مع السلامة مع السلامة اشتاقت لك ها؟ والله عملت الموبايل حجة دورك يلا دوري والله يا زي ما علمتك لا لا تمام قول بسم الله بسم الله هوب هل صحبانك ديك؟ هل احنا نلاوي بالحديث في السخانة دي وانتو هنا في الموية الباردة والضم؟ بالمناسبة يا جابر واحمد ابراهيم حيدرس معانا في مدرسة البنات معقول؟ يعني بقيت مدرس بتاع بنات؟ عشان داني الميزانية اقول له مدرس في مدرسة البنات اركب انت مدرس بتاع بنات وانا سواق التراكتر ده اركب ابراهيم اركب أرح. عارف ابراهيم والله العظيم انا كنت خجلان خجل بس بعد كلامك اللي قلته ده ريحتني راحه خالص يا اخي اقول لك الخجلان انا ده الخريج بتاع تربيه رياضيات وفي مشكله زي دي في المدرسه عليك الله ابراهيم في ذمتك ما خير من قعدتنا في الخرطوم والزرزره وقلنا بنهروا فينا من حته لحته زي الشفا خرطوم شنو يا اخي نحن دابنا بعدين نحس باننا محترمين وفي ناس بتقدر عملنا ويشاروا الينا بالبنان طيب اقول لك كلام رايك شنو بدل ما نقعد هنا بالقطاعي نوري اهلنا نقول لهم حنتاخر انا كنت خايفك انت تعاكس بالعكس انا اول مره يقول لي استاذ ابراهيم يا استاذ الشاي يا شباب اها شاي ساده ولا شاي بلبن ولا لبن ساكت انا كالعاده شاي بلبن ساده متى يا جاي انا شاي بلبن يا راح بالمناسبة أبو حميد من بكرة أنت حترتاح ليه؟ ما في حرد ولا شنو؟ لا طبعاً في حرد بس السواق حيصل والله أصله ما معقول أنا يا داب بديت أستمتع بالشغل يا أخوي ده اختراب عديل لكن الظاهر في ناس أصحابنا كده حيرجعوا عاطلية من جديد والله ما رجع عاطل لو اشتغل لكم ساري بالمناسبة أبو حميد ما حترجع عاطل ولا أي حاجة أنا عندي لك مشروع مشروع خطير جداً حيفيد الحلة دي والحلال الجنبه جدا عشان انا ما عايز ابراهيم يشمت فيني طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواننا، نحن نخش في موضوع اجتماعنا، وعشان نبدأ عمليين ونكسب الوقت ندخل في الموضوع مباشرة، اللي هو المشروع. والمشروع ده كان واحد من الأحلام بتاعت الحلة، ونفتكر المشروع ده مشروع مهم ومفيد بالنسبة لنا وبالنسبة للمنطقة وبالنسبة للأهالي، خصوصا بعد ما جت تركتر. بعدين في حاجة مهمة جدا، إنه المشروع ده يا جماعة ما حيكلف كثير. الفايدة اللي حتعود للمنطقة دي كبيرة جدا جدا. أولا يا أخواننا، لأنه نحن بالطريقة دي حنوفر حق الترحيل، ومصاريف الترحيل اللي كانت كبيرة، فتعتبر دي فايدة كبيرة جدا حتعود للجمعية بتاعتنا. الجزء الثاني والمهم، الفايدة اللي حتعود لأخونا أحمد، باعتبار أحمد ده زول متخصص في مجال الكيمياء الصناعية وكده. أصلا مصنع الصابون الصغير ده كان واحد من مشاريع الجمعية. على بركة الله، أحمد يا هو ده الحلة. في حاجة عايز تقول يا أحمد؟ نشكر الله على الظروف أجابتنا هنا. وطن ممتد لحد حدود حدود الحق، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. الليلة أول يوم تشوف اللوحة دي ولا شنو؟ أنا مو مع اللوحة، أنا في موضوع حيفرحك جدا. أحمد جاي؟ جاي هو جابر، لكن ده ما الخبر. ما تقول لي تركت الثاني. أحمد راجع عشان يعمل إجراءاته، لأنه مفكر يعمل له مصنع صابون صغير في البلد. مصنع صابون؟ أيوه أيوة يا أختي، في مسألة أنا ما فهمها. خلاص بكرة أستاذ إبراهيم حيجي وحيشرح لي. لا لا يا أستاذ أحلام، أحسن رجالي أحسي عشان ما تمشي البيت في حاجة ما فهمها. خلاص معناته نرجع الفصل. لا لا أنتي تمشي، أنا حرجع معاه وبعدك أوصل البيت. خلاص منتظرينكم. الله يخليك، تفضلي. شوف يا ساترة، يا سلام يا إبراهيم، خدت أنا بالصبر والله. أنتوا بجدكم يا أبو حميد؟ مال بنهزر. وأمريكا؟ أمريكا يا سيدي إلى حين إشعار آخر. أها عرفنا ديك بلدكم، إبراهيم ده ماله؟ إبراهيم يا سيدي وداه الزمان وعجبه المكان، وأقول لك حاجة، هسه جاي هنا يساوي أمور ويرجع ثاني. دي الكاميرا الخفية. لا يا سيدي، الفكرة أكبر من كده بكثير. في واحد من أصحابنا ما لاقي شغل وحيشتغل. لا ما عنده شغلة ساكت. لا عشان ما عنده شغلة حيمشي ويشتغل. ها شباب رايكم شنو؟ في شنو؟ مصنع الصابون؟ من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. إبراهيم إبراهيم. ايوه يا دكتور احلام. سرحت وين؟ مما طلعني من البيت انت ولا كلمه. يعني سرحت شويه. تذكرت الخرطوم ولا شنو؟ انا عارفه بلدنا دي على العكس، ما في زول بيقدر يتحمل عشان بالعكس. والله ما كده. اكيد جابر واحمد اشتكت له وفرقوا معاك. هم فعلا فرقوا معي شديد، لكن ده ما خلاني اسرح. طيب سرحت وين؟ فيك انت. مين أنا؟ فيني أنا وفي البلد دي، في كل اللي حصل لنا أنا وأحمد. عمرنا اللي قضيناه بنطارد في السراب، نفكر في الناس اللي خلونا نحس بأنه البلد دي بخير، الناس اللي خلونا نعاين للدنيا بمنظار تاني. بلاد حد الشمس والطوب، محل ما حتى نجوم نقيل فيها مرتاح.
أجمل مكان في الكون. تعالوا نسوي رجالة فرح مجنون، نفرح حزننا الموجود. تعالوا نسوي رجالة فرح مجنون عشان أجمل مكان.